بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن النهاردة الطقس هيكون حار نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر. عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الطقس النهاردة. معانا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة منار، صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضرتك. يا أهلا بيك يا فندم. صباح الخير على كل السادة. أخبار جو إيه النهاردة بالنهار وبالليل؟ احنا طبعا اجواء خريفية في فترات النهار وفترات الليل، قيم درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية للوقت ده من السنة. اجواء نقول فترة النهار وتحديدا في فترة الظهيرة بتكون اجواء حارة رطبة، لان مصادر الكتل الهوائية جاية من على صحن متوسط، فلسه في نسب رطوبة موجودة في الجو. العظمى على القاهرة الكبرى متوقع ان هي تسجل خلال فترة النهار 32 درجة مئوية، مع وجود نسب رطوبة أنا بحسها لو تكون 33 أو 34 درجة مئوية. فعشان كده احنا بنوصف الطقس فترة النهار إن هو حر رطب في القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، مائل للحرارة في الأماكن حاليا مطلة على البحر المتوسط، شديد الحرارة في محافظات جنوب الصعيد، ده بيكون فترات النهار. فترات الليل هي اللي بدأنا نحس فيها بالانخفاض الملموس في قيم درجات الحرارة، صحيح، خاصة في فترة الليل المتأخر أو فترات الصباح الباكر. صغرى فترة الليل ما بين 22-23 درجة مئوية، أجواء معتدلة تماما خلال فترات الليل، بل كمان بعض المدن الجديدة الأماكن المفتوحة بدأت تحس بعض البرودة الخفيفة في فترة الليل متأخر فترات الصباح الباكر. كمان بيكون في نشاط للرياح، في العصر اليوم هيكون ما بين 30 إلى 35 كيلو متر على الساعة فترات المساء، ساعات الليل، ده يساعد بعض الشيء كمان على تلخيص الأجواء وإحساسنا بانخفاض قيم درجات الحرارة. لكن سرعات الرياح اليوم على البحر المتوسط هتزيد وهتوصل ل 70 كيلو متر على الساعة، وده هيؤدي لإسراف شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، ارتفاع أمواج ما بين 2.5 ل 4 متر. البحر المتوسط اليوم غير مؤهل تماما لأي أعمال صيد أو ملاحة بحرية أو أعمال تنزه، لكن البحر الأحمر معتدل مؤهل تماما لأعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه. النهارده كمان هيكون معانا فرص لسقوط الامطار الخفيفه، لكن هي فرص ضعيفه، الامطار خفيفه خلال فترات المساء على مناطق من سواحلنا الشماليه الغربيه ومناطق من محافظات شمال البحر البحري، هي غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه. بالاضافه كمان الظاهره الجويه طبعا المؤثره معانا الشبوره المائيه في فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتاخر على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. من بكره الثلاث ان شاء الله هيكون في منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ده هيساعد على مزيد من الانخفاض خصوصيا درجات الحراره خلال فتره النهار، هتكون العظمى على القاهره الكبرى 30 درجه مئويه خلال فتره النهار، فرص الامطار هتزيد على الاماكن الساحليه مع استمرار طبعا اضطراب الملاحه البحريه على البحر المتوسط. هو مهم بس في الفتره دي ويعني خاصه الناس اللي بتخرج فتره الصباح الباكر او بترجع من اشغالها فترات الليل المتاخر نوعيه الملابس لازم نختارها بعنايه تجنبا لاي نزلات برد، وطبعا يفضل الملابس الخريفيه. القياده تكون بهدوء على اغلب الطرق فترات الصباح الباكر، مهم جدا النهارده وبكره نتجنب نزول البحر المتوسط حتى انتهاء فتره الاضطراب ان شاء الله. شكرا جزيلا الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة بالتفصيل. هنبدأ من القاهرة العظمى فيها 32، أما الصغرى ف 23، العاصمة الإدارية العظمى 33 والصغرى 22، اسكندرية 29 21، العالمين العظمى 28 أما الصغرى ف 22، مطروح العظمى 28 والصغرى 23، دمياط العظمى 30 والصغرى 25، أما بورسعيد فالعظمى 31 والصغرى 25، الإسماعيلية العظمى فيها 33 أما الصغرى ف 22. لسه مكملين مع حضراتكم، هنروح السويس العظمى فيها 32 والصغرى 23، أما العريش فالعظمى فيها 30 والصغرى 22، كاترين العظمى فيها 29 أما الصغرى ف 14، طابة العظمى فيها 31 والصغرى 24، حلايب العظمى 34 والصغرى 27، شلاتين العظمى 36 والصغرى 27، شرم الشيخ العظمى 36 والصغرى 26، أما الغردقة فالعظمى 35 والصغرى 27. هنروح مع حضراتكم الفيوم العظمى فيها 32 والصغرى 21، بني سويف العظمى 33 والصغرى 20، الوادي الجديد العظمى 35 والصغرى 23، أسيوط العظمى 34 والصغرى 21، سوهاج العظمى 34 والصغرى 22، إنا العظمى 36 والصغرى 24، الأسر العظمى فيها 36 والصغرى 24، أما أسوان آخر محافظة معانا العظمى فيها 37 والصغرى 24. حاولنا نطمن حضراتكم على درجات الحرارة، أما الآن فهنرجع مرة تانية لمصطفى وبسنت. شكرا ليك يا شاذلي. شكرا جزيلا.